بعد ترقب شديد سيعلن المكتب الفيدرالي برئاسة محمد روروا اليوم السبت عن تعيين كريستيان غوركيف مدربا جديدا للمنتخب الوطني. وعلى الرغم من الاتفاق الذي حدث بين روروا وغوركيف قبل نهائية كأس العالم إلا أن الصفقة تم التكتم عنها إلى غاية الآن. وسيتم الكشف عن هوية الناخب الجديد غوركيف خلفا لحال لوزيتش خلال اجتماع المكتب الفيدرالي الذي سيعقد هذا السبت لمناقشة العديد من المسائل وبحضور رئيس الفاف محمد روروا المتواجد بالجزائر. للتذكير فإن المدرب الفرنسي سافر إلى البرازيل على نفقة الفاف وتابع مباريات الخضر تحضيرا لتصفية كأس إفريقيا 2015.